نحن نقول 21 مركز للسرطان إضافة إلى شلفة والشفا عن قريب. وأكثر من هذا هناك توجه مبني على الاستراتيجية. هذا التصور أيضا مبني على ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى التصور الأساسي المبني على الوقاية. لقد دئبت دائرتنا الوزارية على جعل مخطط أو خطة الطريق المتعلقة بالمريض لوبام باعتباره الأساس الذي يرتكز على الاهتمام بالمريض. وتقريبا في كل الأهداف والأنشطة أخذت الوقاية حصة الأسد، مما يعني أننا نود في هذا المجال أن نعمل جنبا إلى جنب للنشاط الوقائي حتى نحد من هذه الأمراض خاصة مرض السرطان.